الفيديو اللي جاي ده تابعوه كويس قوي. سيرجي لافروف وزير الخارجيه الروسي كان عامل مؤتمر صحفي النهارده الصبح، كنت تابعته يعني. في جزء من المؤتمر الصحفي حضراتكم شوفوه، بيتكلم على الغرب. اتكلم عليه على الغرب، قال لك الغرب اللي وجع دماغنا، دي وجع دماغنا بتاعتنا مش بتاعته، بالديمقراطيه وحقوق الانسان. فوزير الخارجيه الروسي قال لك ايه؟ ما دول الناس اللي هم يعني شايفين الدنيا يعني. ان الغرب يروج للديمقراطيه باساليب قمعيه. ده مين اللي قال؟ وزير خارجيه روسيا النهارده. واحد اتكلم على اللي بيعملوه ودعم التغيير الجنس والمثليه والحاجات. وقال لك انا كنت في دوله من الدول الغربيه الاوروبيه وبقول لهم عايز ادخل الحمام. فقالوا لي شاوروا لي كده روح هناك. فقلت لهم حمام يعني انا عايز حمام يعني ليا يعني. قالوا لا، حمامات عندنا هنا مشتركه. حمامات عندنا هنا ايه؟ مشتركه. يعني كله مع بعضه. فهو لافروف طبعا قاعد اعلام وصحفيين وسياسيين من الدنيا كلها حضر المؤتمر النهارده، فبيقول لهم يعني هل ده معقول؟ قال يعني طبعا احنا عارفين الدول العربيه والعالم الاسلامي واللي عندهم واللي عندنا احنا لكن هو بيدي مثل على ايه؟ انه هل ده متاح؟ يعني الناس تدخل مع بعضها حمام واحد يعني مشترك؟ ايه التقاليد دي؟ هم عايزين يعملوا ايه في العالم؟ بيعملوا ايه في العالم؟ او عايزين ايه من العالم؟ ده المقصد. عايزين يخربوا. ما هم عايزين يخلوا يبقى بتسيب كل حاجه سلاح مدح بقى، مش عندك لا تقاليد ولا دين ولا شيء. الحاجات دي يبقى اتاحه. دمروا الشعوب بقى. ما عرفوش يدمروها زي ما كانوا عايزين يعملوا في 2011، عايزين يدمروها دلوقتي بده. يفرض عليك حاجة لا يمكن أنت تسمح بيها، ولا يمكن دولة إسلامية تسمح بيها، ولا دولة عربية تسمح بيها، ودولة حتى زي روسيا. ما لسه الرئيس بوتين من يومين قايل لحضراتكم موقع قانون باتخاذ إجراءات وقانونية وتصل لسجن اللي يروج للمثلية الجنسية والحاجات ديت. يعني روسيا عم تعمل كده وعملت كده. لكن تعالوا اسمعوا وزير الخارجية الروسي بيتكلم على الغرب، الديمقراطية، يروج الديمقراطية بطريقة قمعية. وقال لك بيعاقبوا الدول اللي هي بتساعد روسيا أو لا تعرف علاقات مع أوروبا أن يفرضوا عليها عقوبات. ده الديمقراطية بتاعت الغرب الأمريكية والغربية طبعا بطبيعة الحال. ولكن اسمعوا ماذا قال وزير الخارجية الروسي النهاردة وهو يكشف ويفضح الغرب مجددا. ديمقراطية مين يا عم؟ مصالحه. ما لسه بقول لك المصالح، وكل دولة بتدور على مصالحه. وقال لك هم كله، والأمريكان عايزين مصالحهم، والغرب عايز مصلحته، وكل ده عايز مصلحته. قال لك خدوا حاجتنا ولينا شركات ولينا وحاجات. قال لك حتى ازاي تستولي على حاجات احنا بتاعتنا. شفتوا الغرب بيعمل ايه؟